السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أمسية طيبة للجميع. تنبيه ساري من مفعول من المستوى الأول عن ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة، فقط المعدل الشهري على الوجه الساحلي الوسطى وكذلك الشرقي، حتى خلال يوم الغد ستخص الواجهة الداخلية الوسطى وكذلك الغربية. خلال يوم الغد إن شاء الله نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية مع ضباب ليزول، فسيح لأجواء مشمسة على الوجهة الشرقية وكذلك الغربية. سحب ستنتشر على المناطق الوسطى على السواحل وكذلك المرتفعات، تقريبا نفس الوضعية الجوية على مناطق الجنوب الغربي. خلال هذه الليلة 4 درجات فقط على الجلفة والمسيلة، 9 درجات على العاصمة تيزي وزو والبويرة، نفس المقياس على بسكرة المغير وتوغر، 8 درجات على غردية كذلك ولاية إليزي وحتى على بشار، 14 درجة على كل من تندوف برج باجي مختار وحتى على إنقزام. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى دائما مرتفعة على المناطق الشمالية خاصة الداخلية والقرب الساحلية، ننتظر 24 درجة على العاصمة، نفس المقياس على قسنطينة، 25 درجة على غليزة نقول، 22 درجة على وهران، نفس المقياس على بشار، 27 درجة على تندوف، 28 درجة على كل من أدرار وكذلك إن صلح، 30 درجة على برج باجي مختار وحتى على إنقزام. البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ على السواحل الشرقية مع رياح ضعيفة، لكن قليل الاضطراب على كل من الساحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح كذلك ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة.